احتفل أمير موناكو البير الثاني والجنوب إفريقية تشارلن وينستون بزفافهما الكنسي السبت بعدما كانا قد تزوجا مدنيا الجمعة، وذلك خلال قداس ديني. لأول مرة في تاريخ إمارة موناكو أقيمت مراسم عقد قران ديني لشخصية ملكية ليس في الكنيسة الكاتدرائية بل في الباحة الداخلية للقصر الملكي بحضور 850 ضيفا. شارلين لينيت et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie pour l'aimer tous les jours de votre vie. Oui. العديد من الشخصيات السياسية والفنية البارزة حضرت الزفاف، نذكر منهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى ملك السويد والرئيس اللبناني ميشيل سليمان ورئيسة أيرلندا ماري ماكليز، وكذلك مصمم الأزياء الشهير جورجيو أرماني الذي صمم فستان العروس. شارك في إحياء مراسم الاحتفال الديني مغنية الأوبرا الأمريكية رينيه فليمينغ والمغني العالمي الإيطالي أندريا بوتشيلي. ونقل الحفل بالكامل على شاشات كبرى وزعت في أنحاء الإمارة. من المترقب أن يمضي الزوجان شهر العسل في جمهورية جنوب إفريقيا، حيث سيشاركان في اجتماعات الدورة للجنة الأولمبية الدولية، وعلى هامش أعمال الدورة ستجرى مراسم احتفالية رسمية بمناسبة عقد قرانهما. وبعد المراسم الدينية اجتاز الزوجان المدينة في سيارة مكشوفة، وفي هذه الأثناء تجمع الآلاف من زوار الإمارة لإلقاء التحية على الأمير والأميرة. وفي كنيسة سان ديفوت وضعت الأميرة وفقا للتقاليد في موناكو باقة من الزهور للقديسة ديفوت التي تعتبر حامية موناكو والأسرة الملكية. يذكر أن الزوجين تعرفا على بعضهما عام 2000 وتم الإعلان عن خطوبتهما في يونيو حزيران العام 2010. تختتم الاحتفالات بإطلاق الألعاب النارية وبحفل راقص على ألحان موسيقى الفرنسي جان ميشيل جاغ. كذلك سيتم إصدار طابع عليه صورة الأمير والأميرة يوم الزفاف لتوثيق لحظة الزفاف التاريخي في الإمارة.